للمزيد من النقاش حول ما جرى في هذه الجلسة الهامة لمجلس الأمن الدولي والتي كان يناقش فيها مشروع قرار روسي بشأن هذه الحرب الدائرة على قطاع غزة. ينضم إلينا من استوديوهاتنا في القاهرة الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور، تابعت هذه الجلسة وما جرى فيها من كلمات من الأعضاء الدائمين وحتى المؤقتين في مجلس الأمن، تعليقك على هذه الجلسة ورفض مشروع القرار الروسي لوقف هذه الحرب الدائرة على قطاع غزة؟ يعني للأسف لازال منطق القوى المسلحة هو الحاكم للتفاعلات الدولية بدرجة رئيسية، هو اللي حاكم للتفاعلات الإقليمية أيضاً. الاختلال في موازين القوة داخل المؤسسة الأممية الأمم المتحدة ومجلس الأمن ونمط التصويت فيها بيعكس إن هناك خلل فادح في النظر لعدالة القضية الفلسطينية بدرجة رئيسية. النقطة الثانية وهي أن أعتقد أن طرح روسيا لهذا المشروع ورغم الرفض الدولي له سيعزز مكانة ونفوذ روسيا في العالمين العربي والإسلامي بدرجة كبيرة، لأن موسكو تحاول أن تستغل الوضع المرتبط بالدعم الأمريكي اللامتناهي والمطلق لإسرائيل، تحاول أن تطرح نفسها في ظل دعواتها لعالم متعدد الأقطاب، لأن حتى هذه اللحظة لازلنا إزاء الأحادية القطبية ومحاولات من قوى دولية عديدة لمحاولة اتجاه العالم إلى نظام أكثر تعددية بدرجة رئيسية. وبالتالي الموقف الروسي هيحظى بتقدير كبير وهيعزز من دور موسكو في العالم العربي والإسلامي. النقطة الثالثة اعتقد ده بيدي مساحات كبيرة بالنسبة لإسرائيل لمواصلة استخدام القوة المسلحة ضد الفلسطينيين، ضد الفصائل المسلحة وخاصة حركة حماس والجهاد، وبيجعل أن شرعية الغاب هي الحاكمة بدرجة رئيسية، لأنه كان يفترض أن مجلس الأمن دوره الأساسي هو الاتجاه إلى تعزيز مسألة الأمن والسلم، وإن الطرفين كل منهما تبادل الهجمات المسلحة مع أوزان نسبية مختلفة فيما يرتبط بالقتلى، الجرحى، الأسرى، المفقودين، وكان من الأولى التفكير في إيجاد آليات سلمية تفاوضية تبدأ من كما أشرت حضرتك في البداية وكما جاء في المشروع الروسي وقف إطلاق النار والاتجاه إلى التهدئة، ولكن بما أدى إلى تعثر ذلك هيجعلنا أو هيجعل المحطة المقبلة أعتقد بعد خروج الأمريكيين من أصول فلسطينية من داخل أراضي غزة وبافتراض أيضا دخول أو إدخال المساعدات الإنسانية كما حددت القاهرة، أعتقد في خلال مدى زمن قصير سوف تلجأ إسرائيل للخطوة المقبلة وهي الاجتياح البري لقطاع غزة، لأن المسألة لا ترتبط بتوقيت وإنما لا ترتبط بمبدأ حدوث وإنما ترتبط باختيار توقيت محدد. الرفض ربما انصب في مجمله على مشروع هذا القرار دكتور محمد بأن بالطبع من هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، منها فرنسا، أيضا بريطانيا، جميعهم
كان يريد نقطة واحدة، اتركوا ما تفعله إسرائيل جانبا، وإنما يجب أن يصب الأمر على ما تفعله حماس. وهذا يؤكد في البداية الدعم التي قدمته هذه الدول لإسرائيل في الحق بالقيام بهذه العملية. ألم يكن من الأولى وقف إطلاق النار في البداية حتى يتثنى الدخول إلى قطاع غزة بمساعدات إنسانية في ظل مطالبات أيضا إسرائيل بالتهجير القسري لأكثر من 1,000,000 مواطن من الشمال إلى الجنوب؟ هو بالفعل يعني اللي بتقوله حضرتك هو تأكيدا لما قلته. يعني الاتجاه الطبيعي هو وقف إطلاق النار والتهدئة ثم إدخال المساعدات، لكن يبدو أن يعني مش يبدو يعني معروف أن إسرائيل بتمثل المرآة الحقيقية للمشروع الاستعماري الغربي في المنطقة العربية، اللي هو في كل دول العالم يعني تعود هناك قضية مرتبطة بمحاولة شعب لتحرير أرضه والتحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال الوطني باستثناء القضية الفلسطينية. والقوة الدولية اللي حضرتك ذكرتها، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أما نيجي نشوف يعني حاملة الطائرات من جانب واشنطن على مدى مرتين، كما لو أن إسرائيل تحارب مجموعة جيوش وليست فصائل مسلحة، يعني مهما بلغت القدرات التسليحية والصاروخية لا تقارن بقدرة إسرائيل، لكن يبدو أن الضربة الموجعة التي تعرضت لها تل أبيب أفقدتها توازنها وأحدثت ارتباكا في التعامل مع هذا الحدث. اتفضل حضرتك. نقطة مهمة جدا كانت تدور بين سياق الكلمات دكتور محمد من هذه الدول، وهو ما كان لافتا، بأنها ما زالت تقول في كلامها بأن ما ارتكب في طوفان الأقصى، ما زال هناك قتل الأطفال وهو مكذب لاحقا، ما زال هناك اختطاف للنساء وغير ذلك. يبدو أن هذه الأمور تأتي ب إيجابية للدفع نحو تأييد ما تقوم به إسرائيل. يعني إسرائيل يعني بتحاول عبر وسائل مختلفة، وسائل سياسية ووسائل إعلامية، الإيحاء بأن ما جرى في 7 أكتوبر 2023 هو أقرب ل 11 سبتمبر الولايات المتحدة 2001، او ما يطلق عليه 11 سبتمبر اسرائيل. يعني ترى ان وتحاول تقنع كل دول العالم بان اولا، ما تيجي تشوف حضرتك حتى في الكلمات، حماس منظمة ارهابية وليست حركة مقاومة اسلامية في مواجهة اسرائيل. وبالمناسبة اسرائيل كانت طوال الوقت وخاصة عبر حكم بنيامين نتنياهو كانت بتحاول تعزيز منطق بقاء وشرعية حكم حركة حماس داخل الأراضي المحتلة، حتى تعطي انطباع لدول العالم بأنه ليس هناك شريك وحيد يمكن التفاوض معه فيما يرتبط بالقضية الفلسطينية. كانت تعزز من حكم حماس بما يؤدي إلى ازدياد حقد الانقسام الداخلي الفلسطيني، ويبرر أن هناك تعثر في عملية السلام وأنها تتسم بجمود شديد. إنها كانت تحاول تعزز من حكم حماس وشرعية مقاومتها للإيحاء بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ليس لديه القدرة إن هو يحكم خارج الضفة الغربية. وكانت الدراسات الإسرائيلية تتحدث عن أن ما يطرح هو خيار الثلاث دول، دولة حماس في قطاع غزة، فتح في الضفة الغربية، والدولة الإسرائيلية. وبالتالي ليس هناك حل للدولتين وإنما حل للثلاث دول. وبالتالي اللي أنا عايز أقوله في هذا السياق
إسرائيل استغلت هذه الهجمات المبادرة من جانب حماس وتصويرها بأنها عملية إرهابية ممتدة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى ليست في صفوف العسكريين وإنما في صفوف المدنيين، وبتشمل المرأة، النساء، الأطفال، الشيوخ، بما يجعل أو هنا بقى بيدي مسوغات أو بيعطي شرعية دولية لإسرائيل إنها تحاول أن ترد اعتبارها أو تحاول إن هي تواجه هذا الخطر بشكل كبير عبر دعم عسكري من قوة دولية كبير، دعم سياسي موجود في المؤسسة الأممية زي الأمم المتحدة، تخفيف الضغط الدولي عليها فيما يرتبط بموضوع إدخال المساعدات الإنسانية أو تشكيل المناطق الأمينة التي كانت بتدعو إليها مصر. هناك أيضا دكتور مشروع برازيل، وهي الآن رئيسة هذه الدورة في مجلس الأمن. هل رفض مشروع القرار الروسي يمهد إلى رفض قادم لهذا المشروع البرازيلي، أم أن سيكون الوضع مختلف في هذا المشروع؟ لا أعتقد هيمهد لي بدرجة كبيرة. يعني أولا يعني ده بروفة أو مقدمة طبيعية لما يجري في المشروع البرازيلي بدرجة أساسية. نعم، وربما نقرأ هذا المشروع البرازيلي أو بنود هذا المشروع حتى نتناقش بشكل أوسع. هذا المشروع يتضمن إدانة حركة حماس، وهو ما لم يكن في المشروع قرار الروسي، وإدانة هجوم حماس في 7 أكتوبر، تراجع إسرائيل بمطالبة أهالي غزة بمغادرة منازلهم من الشمال إلى جنوب القطاع، والدعوة إلى هدنة إنسانية من أجل إنشاء ممرات آمنة ووصول المساعدات الإغاثية. هذا الجزء لم يكن موجودا في قرار روسيا، وهو إدانة حماس واعتبارها أيضا كما طلب البعض بأنها تكون منظمة إرهابية. هل هذا يقدم ما يحتاجه الغرب الداعم لإسرائيل؟ طبعا يعني هو طول الوقت، بس أنا عايز أقول يعني يعني باستثناء ما يمكن اعتبار إسرائيل منظمة إرهابية، يعتبر حماس منظمة إرهابية، هنا كانت الإشكال الحقيقي. لكن مسألة إدانة حماس ربما لم تكن يعني تمثل لغة كبيرة، لكن الإشكال الحقيقي في فكرة ازدواج المعايير في السياسات والمواقف الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية. يعني أولا أما نيجي بنتعامل مع، يعني هنا رغم اختلاف التصوري السياسي والأيديولوجي لحماس في ضمن معادلات السلطة الفلسطينية، لكن في هذا الموقف أولا كان لدي مآخذ على تصريحات الرئيس أبو مازن، لأنها ليس محلها اليوم بأن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأنه كان يفترض أن تكون تلك لأن إسرائيل التقطت هذا الخيط. وما نيجي نشوف في كلمة المتحدث باسم إسرائيل داخل مجلس الأمن تحدث عن ذلك، أن حماس لا تمثل الشرعية الفلسطينية بدرجة رئيسية. النقطة الثانية، هو طوال الوقت الدول الغربية بتحاول إن هي تجعل المسافة ما بين إسرائيل وبقية دول الجوار المحيط بها هناك اختلال في موازين القوى لصالح إسرائيل، لأن إسرائيل بتحاول طوال الوقت يعني إشعار دول العالم بأنها تواجه المحيط الإقليمي الذي يرغب في القضاء عليه، وهذا ليس صحيحا. يعني ما تيجي تشوف حضرتك مصر والأردن عندما تم توقيع اتفاق سلام وتوجه الدولتين لكيف يمكن التحول من حالة الحرب، لأن مصر قالت 5 حروب متتالية في مواجهة إسرائيل، تم توقيع معاهدة كامب ديفيد بالنسبة لمصر واتفاق وادي عربة بالنسبة للأردن في عام 94، وحتى بعد ذلك اتفاقات الإبراهيمية التي وقعت من جانب البحرين ومن جانب الإمارات ومن جانب المغرب. لكن إسرائيل تحاول طوال الوقت توظيف
تلك الاتفاقات التطبيعية بما يعزز مصالحها الاقتصادية وبما يعزز تواجدها في المنطقة العربية، دون أن يكون متوازي مع ذلك محاولات لإحداث تحول في نظرتها للقضية الفلسطينية، بل هناك محاولات مستمرة لتصفية تلك القضية. بل والأكثر أهمية محاولات لاستخدام تلك القضية على حساب بعض دول الجوار. يعني وهنا كانت التوجه اللي عكسه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية لن تكون على حساب السيادة المصرية، ومسألة ان هي تحاول ان هي توظف الأزمة وتحولها الى فرصة عبر محاولة تهجير وترحيل المواطنين الفلسطينيين الغزاويين الى داخل قطاع غزة سوف تقابل برفض شديد من جانب القاهرة. دكتور، أيضا تنضم إلينا من لبنان ضيفتي من لبنان، وهي الأستاذة هي الآن مستعدة لأن تكون معنا، دكتورة إيمان شويخ الأكاديمية والباحثة السياسية. تأكد الاتصال بك دكتورة، هناك سجال قوي كان في مجلس الأمن بين دول مؤيدة لما تقوم به إسرائيل وأيضا دول رافضة للقرار الروسي، كيف تبعت هذه الجلسة؟ صباح الخير لك ولضيفك ولجميع مشاهدي قناة القاهرة الأخبارية. طبعا يعني هذه الجلسة غلب عليها الطابع السياسي للأسف وليس الإنساني، وهي أحوج أن تكون الآن إنسانية بالدرجة الأولى بسبب الوضع الذي يعيشه اليوم الفلسطينيون في قطاع غزة. نحن نشاهد يعني حجم المأساة الكبيرة، أكثر من 2000 ضحية وأكثر من 10,000 جريح ودمار، ولا يوجد أدنى مقومات الحياة، لا يوجد مياه، سكان غزة اليوم لا يشربون الماء. يعني تريد إسرائيل أن تميتهم ليس بالصواريخ والقذائف إنما عطشا. هل هذا الأمر، هل هذه المأساة والمعاناة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية يعني كانت يجب أن توحد هؤلاء وأن تفرض هذا القرار، ليس التصويت، أن تفرض هذا القرار وهذه الهدنة الإنسانية ووقف النار من أجل التقاط الأنفاس، من أجل يعني نعلم أن إسرائيل هي مجرمة حرب وترتكب كل هذه المجازر، ولكن ماذا عن الدول التي يعني في مجلس الأمن هي كانت تدين الفلسطينيين؟ لا نريد أن نقول تدين حماس، هي تدين الفلسطينيين بامتناعها عن التصويت لهذا القرار، وبالتالي الجانب الإنساني لم يكن موجودا. كان هنالك تصفية حسابات في هذه الجلسة التي يعني للأسف لم تخرج بأي شيء وبالهدف التي كانت يجب أن تصل إليه، وهو تخفيف من حدة هذه المعاناة على سكان غزة وعلى الأطفال الذين يموتون وعلى الأمهات الذين يقهرون، على المشاهد التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا. نعم دكتورة، هذه الجزئية تحديدا كانت واضحة في ردود بعض ممثلي هذه الدول بأن المشروع، مشروع القرار الروسي، هو تسويق سياسي ودعائي لروسيا بأنها تقف مع الشعب الفلسطيني، وبالتالي تم رفضه من قبل عدد من الدول. وهناك أيضا كلمات بأننا نحتاج وقتا أكبر للتشاور والتباحث حول ما يجب إقراره. إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه المباحثات والتشاورات في ظل آلة الحرب المستمرة على قطاع غزة؟ يعني نفس المشهد الذي يحصل اليوم في المنطقة يحصل في مجلس الأمن. على أي حال يعني هيبة مجلس الأمن وقراراته سقطت يعني منذ أمد بعيد، وبالتالي يعني كما يحصل اليوم في حرب روسيا وأوكرانيا
وفي المنطقة وفي التكتلات التي حصلت وأفرزتها هذه الحرب وبعدها أيضا حرب السودان. نفس المشهد اليوم يتكرر بالنسبة لفلسطين، إنما هنا حجم الكارثة كبير جدا وحجم الجرائم يعني رهيب جدا، وبالتالي يعني نرى المعسكر الغربي والمعسكر الأمريكي ضد يعني ضد القضية الفلسطينية وضد حق الفلسطينيين بالعيش بسلام وأخذ حقوقهم. وبالتالي يعني لا أعتقد أن هذه الجلسة ستخرج بالكثير، إنما هنالك ربما تعويل أكثر على الحراك الدولي الذي يحصل اليوم، على المباحثات التي تحصل، وخاصة أيضا الدور المصري اليوم الذي تستضيف مصر قمة السبت المقبل وتدعو إليها قادة الدول الكبرى. وهذه يعني هي أيضا كانت حصلت في 2009 في شرم الشيخ، وبالتالي يعني كان حصل هكذا قمة قبل طارئة، وبالتالي التعويل على هذه القمة وعلى الدور اليوم التي تلعبه مصر، سواء كان هنالك يعني لقاء مع بلينكين ومع كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية والاتصالات التي يجريها الرئيس المصري، وبالتالي التعويل أكثر اليوم على هذه الاتصالات التي تجرى، وأيضا على سير المعركة يعني على الأرض. هنالك اليوم قلق ومخاوف من جر المنطقة إلى حرب إقليمية، لأنه عندما نقول أنه قد تفتح الجبهة الشمالية وقد يدخل لبنان، نكون يعني أغفلنا الجانب الأهم، وهو أنها ستشمل المنطقة ككل. وهنا يعني يجب فعلا أن هذه سواء هذه الجلسة أو الاتصالات التي تحصل اليوم أن تمنع تمدد هذه المعركة وهذه المواجهة، وأن يكون هنالك هدنة لإعادة أولا طبعا هنالك مصالح لدى الطرفين. يعني إسرائيل اليوم هي تضرب عرض الحائط بمطالب الإسرائيليين، الإسرائيليون اليوم هم ناقمون أصلا على نتنياهو وعلى حكومته بسبب يعني إهماله لقضية الرهائن الموجودين لدى حماس، ونعلم كيف يعني حماس يعامل الرهائن بطريقة إنسانية جدا، ولكن هم يموتون نتيجة القصف الإسرائيلي. وبالتالي يجب أيضا الدول الغربية أن تأخذ بعين الاعتبار قضية الرهائن من أجل الضغط أكثر على نتنياهو وحكومته لتخفيف من حدة هذه المواجهة وعدم يعني التصعيد، وبالتالي الكلفة ستكون عالية جدا يعني على إسرائيل وبطبيعة الحال الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين. أعود إلى ضيفي دكتور محمد عز العرب من استوديوهاتنا في القاهرة. دكتور محمد، مندوب إسرائيل في مجلس الأمن لوح في أكثر من كلمة إلى أن ما تقوم به حماس هو ليست حرب لدولة محتلة، وإنما هي حرب دينية بين قوسين، وأكد على هذه النقطة في أكثر من مرة، وأن رغبة الفلسطينيين وفي مقدمتهم حماس هو القضاء على اليهود وإسرائيل. لماذا هذا التسويق الآن وتحويل القضية إلى حرب دينية دكتور؟ يعني جزء منها مرتبط بالعزف على خلق جبهة داخلية تدعم بنيامين نتنياهو في حربه ضد حركة حماس، لأن بنيامين نتنياهو أشار هو وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل أن الهدف من آلية الحرب اللي موجودة هو اكتساس حماس، بل ليس فقط مجرد إسقاط حكم حماس في قطاع غزة وإدارتها وتسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإنما القضاء على البنية التحتية العسكرية والصاروخية لحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة الأخرى، وبالتالي بيحاول تسويق ذلك لإعطاء مشروعية ليه بدرجة رئاسية في القيام لوجود جبهة داخلية دعامة له، وخاصة وأن طيار واسع من الرأي العام الإسرائيلي يرى أن ما جرى يعود بدرجة رئيسية إلى السياسات اليمينية المتطرفة
لحكم لرأس الحكم في إسرائيل بدرجة أساسية، لأن السياسات المتشددة منذ وصول نتنياهو للحكم في إسرائيل هي التي أوصلت الرأي العام كده. بل عدم الجاهزية للجيش الإسرائيلي سواء في التنبؤ والإنذار المبكر لما جرى من ناحية، أو حتى التعامل معه بشكل مباشر في الساعات الأولى من ناحية أخرى، ده مرده أن الجيش الإسرائيلي كان مشغول باعتبارات أخرى مرتبطة في المقام الأول بوأد الحركة الاحتجاجات الداخلية اللي هي كانت بتدعو لدعم قانون الإصلاحات المؤسسة القضائية، بما يجعل أن الحكومة وعلى رأسها نتنياهو يمكن محاسبتها ومساءلتها في حال ما ثبت وجود أدلة للإدانة لها في عدد من قضايا الفساد. لكن نتنياهو كان رأي آخر، وتم إشغال عناصر من الجيش الإسرائيلي في وقت هذه الحركة الاحتياجية، وبالتالي بيحاول نتنياهو خلط الأوراق، وهذه هي مرحلة لخلط الأوراق، لأنه يدرك، وهنا بقى بعد ينطوي على جانب كبير جدا من الأهمية، وهي أنه أن نتنياهو يدرك أن مستقبله السياسي صار على المحك، وأن الحساب سوف يكون عسيرا سواء له أو غيره من أرقام المنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية والاستخباراتية في إسرائيل. لأن إذا كان تم تفسير وفق لكان التحقيق التي شكلت في حرب أكتوبر 73 بأن سببها الرئيسي هو إخفاق لبعض القيادات السياسية والعسكرية في تلك الحرب، لكن حرب أكتوبر 2023 كانت بتشير إلى وجود خلل في المنظومة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ككل. في هذا السياق يمكن تفهم محاولات يعني ومزاعم نتنياهو لتدين تلك الحرب بشكل أو آخر. وهو أيضا ما دفع وزير خارجية الولايات المتحدة إلى القول بأنه يدعم بشكل شخصي إسرائيل لأنه من أصول يهودية. دكتورة إيمان، كان هناك أيضا تبرير لعمليات إجبار سكان قطاع غزة للنزوح وترك منازلهم بأن حماس تستخدمهم كدروع بشرية للدعاية، وهي من تمنعهم من النزوح، والنزوح أو إجبار السكان هو من الأمور التي تدينها جميع القوانين، قوانين الدولية والإنسانية، فلماذا يتم استخدام هذا التسويق بأن حماس تستخدمهم كدروع بشرية وتمنعهم من النزوح؟ هذا كذب يعني اعتادت عليه إسرائيل وخداع، وهي يعني تحاول بهذه الطريقة كما تقول، وكما تقول كما يقول نتنياهو تغيير وجه غزة. يعني تعتقد إسرائيل اليوم أنه بهذا الدعم الذي هو علامة استفهام، الدعم الأمريكي إلى متى سيبقى؟ يعني لا ندري، ولو كانت البروباغندا تشي بأنه دعم كبير، تعتقد أنها يعني تستثمر هذه الفرصة، وبالتالي يعني تعيد ربما سيناريو الترانسفير أو التهجير القسري والوطن البديل، وهذا الأمر طبعا قبل برفض دولي وعربي ومصري تحديدا. الرئيس المصري يعني رفض هذا الأمر وقال أنه يعني تصفية للقضية الفلسطينية. أيضا المواقف الدولية رفضت هذا الأمر. الحجج الواهية والخداع الذي تقوم به إسرائيل لا يحتاج يعني إلى شرح، الكل يعلم نوايا إسرائيل الخبيثة من وراء هذا الأمر، تهجير السكان، وبالتالي طبعا لن تنال ما تريده. يعني إسرائيل أعتقد أنها ستكون مسألة، قد تكون مسألة أيام أو ربما تطول، ولكن ستردع إسرائيل سواء حركة حماس أو الفصائل المقاومة الأخرى أو الفلسطينيون أنفسهم
سيردعون إسرائيل التي انكسرت اليوم صورتها أمام الداخل الإسرائيلي، أولا بسبب الفشل الاستخباراتي الذريع والصفعة التي تلقاها نتنياهو في 7 أكتوبر بدأ هذه العملية، وبالتالي يعني كل ما تنوي به إسرائيل من هذه الخطط الخبيثة، وكان نتنياهو دائما يرفع يعني خريطة الشرق الأوسط الجديد وهي يعني أحلام لن يحصل عليها نتنياهو لا الآن ولا يعني لاحقا. طبعا هو سيرحل عن الحكومة أولا لأنه انتهى سياسيا ودفنت هذه الحكومة، وحكومة الحرب هي أكذوبة يعني شكلتها هذه الحكومة، وهنالك تضارب. يعني تخيل أنه يكون مجتمع المجلس الوزاري المصغر وعند إطلاق الصواريخ أو سماعها يهرب هؤلاء، يعني أي حكومة حرب، عن أي حكومة حرب يتحدث نتنياهو؟ ولماذا ثم لماذا كل هذه الحشود العسكرية؟ لماذا حاملة الطائرات الأولى جيرالد فورد والثانية إيزنهاور، ومن ثم القوات الأمريكية 2000 جندي؟ لماذا؟ إذا كانت إسرائيل فعلا قادرة على تغيير وجه غزة ودخول إلى لبنان والقيام بتغيير خارطة الشرق الأوسط، لماذا كل هذا الحشد؟ هذا يعني أن إسرائيل تعترف أمام الداخل والخارج أنها عاجزة، أنها دون دعم أمريكي هي لا تستطيع المضي، يعني فاشلة سياسيا وعسكريا. وأمام الداخل الإسرائيلي اليوم هنالك نقمة كبيرة يعني من الداخل الإسرائيلي وبالجيش، يعني الجيش الإسرائيلي لا روح قتالية لديه، وبالتالي قد تكون مسألة أيام وتعود إسرائيل إلى حجمها الطبيعي. نعم دكتور محمد، لو تخلت حماس عن أسلحتها وما تقوم به من أفعال يصفونها بالإرهابية ستتوقف هذه الحرب، هل هذا حديث صحيح أم أنه مجرد ادعاء حتى تستمر العملية العسكرية في قطاع غزة وإخلائه من سكانه؟ يعني هو طبعا هناك إدراك من إسرائيل أن حماس لن تقوم بذلك لأن هي جزء من آليات المقاومة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى قيام إسرائيل بما تفعله. يعني إذا كان إسرائيل تقوم بذلك وحماس تمتلك قدرات صاروخية وتسليحية، ويمكن العملية الأخيرة أثبتت أن لديها قدرات استخباراتية كبيرة، ربما هناك تعاون مع بعض القوى الإقليمية ذات الخصومة مع إسرائيل وهي إيران، رغم أن الولايات المتحدة تحاول أن تشير إلى أنه ليس هناك أدلة دامغة على ذلك، أو أن حماس ليست بتلك القدرات التي جعلت أن تشعر العالم بأن هناك هشاشة في الداخل الإسرائيلي، وأن إسرائيل في بعض اللحظات هي أقرب إلى نمر من ورق، وأنها يمكن تحدي منطق شرعية القوة التي تمثلها إسرائيل في الشرق الأوسط. وبالتالي أنا أعتقد أن يعني ترديد مثل هذه المقولات جزء منه هو إسباغ نوع من الشرعية على العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في مواجهة حركة حماس وغيرها من الفصائل، بل يمهد للسيناريو المقبل المرتبط بسيناريو التدخل البري اللي أنا أعتقد إن هو مثلما سوف يسمع عن سقوط ضحايا من الجانب الفلسطيني سوف يكون هناك ضحايا قصر أيضا من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي تستمر المنطقة في موجة من عدم الاستقرار الممتد القائم على العنف والعنف المضاد. نعم دكتور أمان، هناك أيضا مطالبات من المجموعة العربية لمجلس الأمن بوقف الحرب، فتح ممرات إنسانية، حماية المدنيين، دخول الخدمات مرة أخرى خاصة مع انقطاعها لفترة طويلة، وما يهدد
الوضع الإنساني في قطاع غزة، لماذا لم يؤخذ في الاعتبار بهذه البنود، وإذ كان المجلس قد رفض المشروع الروسي لأنه لا يدين حماس ولا يعتبرها منظمة إرهابية، فلماذا لا يتخذ أو يتخذ بعين الاعتبار هذه البنود الإنسانية في الأساس قبل أن تكون سياسية أو حتى عسكرية؟ لأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وهي لا تحترم القوانين الدولية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وهنالك إدانات واسعة من قبل كل المنظمات، يعني إدانة كبيرة لإسرائيل لأنها يعني لا تعير اهتماما لهذه الأصوات التي تشدد على ضرورة يعني الفتح هذه الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات الغذائية والأدوية والطبية ونقل المرضى والحالات الحرجة. هي يعني تهدد أيضا بضرب المستشفيات. هذه الأهداف، هذه هي أهداف إسرائيل، يعني أعظم أهداف إسرائيل هي القضاء على المدنيين وتسوية الأبنية بالأرض ومسح الأبنية والأبراج والمستشفيات والمدارس، وبالتالي هي يعني لا 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 تأخذ، لا يمكن الحديث مع إسرائيل عن حقوق إنسان أو عن، وهي تعتبر أن الفلسطينيين هم حيوانات بشرية، وهي تقول تستعمل مصطلحات هي تفتقد لكل أنواع الحد الأدنى من الإنسانية، وبالتالي هذا الأمر ليس مستغرب، يعني إنما القوة هي التي تفيد مع إسرائيل. يعني البعض يسأل يقول أن إسرائيل هي تدافع بوجه هذه العملية التي شنت عليها، هل نسي من يقول ذلك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بشكل يومي؟ حين نرى يعني طفل أو طالب ذاهب إلى المدرسة وفجأة تقوم القوات الإسرائيلية بقتله، هذا الأمر صار يعني مشهد يومي، حين نرى القوات الإسرائيلية تقوم بسحل المصلين بالمسجد الأقصى، بالبصق عليهم، يعني ضرب النساء، بضرب الأطفال، بأسر الأطفال، بالتعذيب، هذا مشهد يعني أصبح يومي. هل كان المطلوب أن يصبح هذا الروتين أو هذا المشهد روتينا يوميا يعتاد عليه العالم؟ هذا الأمر غير مقبول. بطبيعة الحال سيكون هنالك مقاومة، سواء من قبل فصائل فلسطينية، سواء كان هنالك اتفاق عليها من قبل الداخل الفلسطيني أو من الخارج، كيفما كانت الأشكال سيكون هنالك طبعا قوة مع إسرائيل، لأن إسرائيل لا تفهم إلا بهذه اللغة، لا تفهم إلا بقوة، بهذه الطريقة، بالقوة، يعني هذه الصورة، الجيش الذي لا يقهر، وإسرائيل القوية هي يعني انتهت يعني منذ زمن بعيد، لأن إسرائيل هي لا تفهم إلا بهذه اللغة. يجب أن تنكسر ويجب أن تستمر المقاومة عليها من أجل أن تفهم أن هنالك جانب إنساني، هنالك ممارسات وحشية بربرية همجية ترتكبها بشكل يومي بسبب وبدون سبب بحق الفلسطينيين الأبرياء، وبالتالي يجب أن يكون هنالك تكثيف للجهود الدولية من أجل إنقاذ الأرواح البريئة، من أجل إنقاذ الأحياء، من أجل إيصال الماء إلى قطاع غزة، من أجل عدم قطع الإنترنت لحجب الصورة. اليوم إسرائيل تخشى من الصورة، تخشى من الإعلام، حتى أنها دكتورة تمنع دخول الأطقم الصحفية، وقتلت الصحفيين، صحيح، وتمنع أيضا دخول أي أطقم صحفية باستثناء من هم في قطاع غزة من أجل تغطية هذه الأحداث. دكتور محمد، كان هناك نقطة دار حولها الحديث في هذه الجلسة لمجلس الأمن، وهي فكرة إطلاق سراح الرهائن من دون شروط. كيف يمكن إطلاق هذه الأعداد من الرهائن من قبضة المقاومة في ظل هذا الاستهداف المتكرر لجميع المناطق في قطاع غزة؟ ألم يكن من الأولى وقف هذا العدوان الإسرائيلي المتكرر ثم بعد ذلك المطالبة بالإفراج عن الرهائن، حتى أن عدد كبير من هذه الرهائن تعرضوا للقتل نتيجة لهذا القصف؟ مطلب غير واقعي بالمرة، يعني استمرار العدوان تحقيق خسائر
بشرية ومادية في الداخل الفلسطيني، المشاهد التي لا يراها ولا يريد أن يراها الغرب مرتبطة بجثث لا توجد أماكن لدفنها، بتعكس أولا يعني موت الضمير العالمي، وإن اللي بيحكمه بدرجة رئيسية غطرسة القوة التي تعكسها إسرائيل، والتي تم تصدع أحد أبعادها في الهجمات الأخيرة على يد حماس والحركات المقاومة الأخرى. جزء منها بيبين أيضا أن حماس لن يعني إسرائيل بتدخل هذه الحرب دون أن تأخذ في اعتبارها أن هناك رهائن وأعدادها على الأقل، يعني لا توجد رقم نهائي فيما يخص العدد الإجمالي للرهائن، وجزء منه عسكريين بدرجة رئيسية وبعضهم رتب ولم يتم الإفصاح من وجهة نظري من جانب إسرائيل عن بعضهم. أعتقد أن دي هتكون ورقة تفاوضية بعد أن تسكت المدافع في أيدي حماس في مواجهة إسرائيل بدرجة أساسية. نعم دكتور إيمان، حول الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، ما الهدف منها؟ هل هو تأكيد التأييد الأمريكي لإسرائيل، أم أنه سيكون هناك طرح لحلول لهذه الأزمة؟ طبعا هنالك علامات استفهام كبيرة حول هذه الزيارة، لأنه من المرات القليلة بل النادرة التي يذهب فيها رئيس للولايات المتحدة إلى بلد يعني بعد وقت قصير من نشوب النزاع، عادة ما يرسل دبلوماسي أو وزير دفاع أو غيره، وبالتالي هذه الزيارة قد تفهم على أنها رسالة لإيران ولحلفاء إيران طبعا بأن إسرائيل قادرة على المواجهة حتى النهاية، وقادرة فعلا على القضاء على حماس، حركة حماس والتمدد يعني باتجاه الجبهة الشمالية والدخول إلى لبنان والجولان وسوريا يعني، والدخول في حرب مفتوحة. قد تفهم، قد تكون هذه رسالة، وربما قد تكون أيضا يعني قد يفهم منها أنها في سبيل التهدئة، وخاصة فيما يتعلق يعني بصورة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ومصالحها في الشرق الأوسط، وأيضا يعني في صراعها مع الصين يعني إذا أردنا القول، ويعني انشغالاتها أو استثمارها في الداخل الأمريكي على عتبة الانتخابات الأمريكية، وبالتالي قد يكون نوع من الاستثمار السياسي إذا حقق بايدن انتصارا في هذه المعركة، انتصار قد يفهم على أنه التهدئة وتحرير الرهائن وعودة الأمور إلى نصابها، قد يفهم أو قد يعني يفهم هذا الانتصار من المنظور الأمريكي، وبالتالي يسجل هذا الانتصار للداخل الأمريكي الذي أيضا لا يريد هذه الحرب، يعني لأنه هنالك انقسامات حادة داخل الكونغرس حول موضوع المساعدات، يعني كان هنالك بالسابق مساعدات لكييف والآن مساعدات لإسرائيل أمريكا لا تحتمل. وإضافة على ذلك يعني رأينا اليوم جريمة حصلت في إحدى ولايات الأمريكية، جريمة قتل طفل فلسطيني بداعي الكراهية.